من جانبه تعادل المنتخب العراقي مع نظيره الياباني في طهران بهدف لكل منهما لتنفرد اليابان بصدارة المجموعة الثانية بفارق نقطة عن السعودية وأستراليا وتخطو بثبات نحو بلوغ نهائيات مونديال روسيا. بعد استعادته اللعب على أرضه وديا في المسابقات القارية، استأنف منتخب العراق تصفية المونديال بمواجهة صعبة ضد اليابان في طهران ضمن الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثانية التي يتصدرها ضيفه الياباني أمام كل من أستراليا والسعودية. المباراة كانت هامة جدا لكتيبة المدرب باسم قاسم، والفوز فيها مطلب أخير لمراضاة الجماهير الغاضبة بعد الوجه الشاحب في التصفيات أمام منافس ياباني كان شرسا على ملعب شاهد داكستردي حين باغتهم يويا أوساكو بهدف مبكر منذ الدقيقة التاسعة. هدف أربك حسابات العراقيين وقلب التوقعات من منتخب باحث عن الفوز إلى فريق يلهث وراء التعادل. إرادة وخبرة زملاء علاء عبد الزهرة وأبرزهم مهدي كامل لم تكونا كافيتين لأسود الرافدين للعودة في النتيجة قبل الاستراحة لندرة الفرص من جهة والتكتل الجيد لدفاع المدرب وحيد هاليلوزيتش من جهة ثانية. في الشوط الثاني استمر الخجل الهجومي لمنتخب أسود الرافدين بشكل غير مبرر في الوقت الذي بقيت فيه خطورة اليابانيين حاضرة على مرمى الحارس العراقي. وفي الوقت الذي كان فيه المنتخب العراقي يتحمل عبء اللقاء تمكن مهدي كامل من معادلة النتيجة إثر دربكة في دفاع اليابانيين معيدا أسود الرافدين إلى أجواء المباراة. الدقائق المتبقية لم تكن كافية للنيل من صلابة الدفاع الياباني ليخرج العراق بنقطة لم تغني ولم تسمن من جوع، فيما تبقى الطريق معبدة للكمبيوتر الياباني لمواصلة الرحلة نحو نهائيات روسيا. احنا كنا نطمح ان نحقق ثلاث نقاط لان ملعبنا ونرجع هيبه الكره العراقيه، واكيد مكانه الكره العراقيه موجوده دام ما طول اللاعبين الاسود بالساحه، ان شاء الله هيبه الكره العراقيه موجوده. بالنسبه للهدف الحمد لله قدرت الله يوفقني وسجلت هدف تعادل، والحمد لله على كل حال التعادل افضل من الخساره، وكنا قدمنا مباراه يعني كنا الاحسن والافضل طوال المباراه. اكيد يعني احنا المستقبل يعني هي مو نهايه المطاف، ان شاء الله احنا نثمر اكيد الاتحاد والكادر التدريبي ان شاء الله يخططون القادم وقادم افضل ان شاء الله.